السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج للبنك شمبلان جورجيا تكنيكال بنك شمبلان تمبليت. البنك شمبلان هي خطة بين أطراف المشروع اللي هيشتغلوا بيه، فهنبدأ نبص عليها كده ونشوف إيه أهم البنود اللي لازم تكون موجودة عشان ما يحصلش مشاكل. أول حاجة الأجريمنت دي من الأونر، من الأرتكت، من الاستراكشر انجينير، من الميكانيكال انجينير وهكذا. وبعد كده بنتكلم على البنك شمبلان، بنتكلم على تعريف المشروع، اسمه ورقمه والعنوان بتاعه والوصف بتاعه، يعني هو كام دور وهكذا. الكولابريشن تيم، بنكتب اسامي الناس ونعمل الرولز بتاعتهم، يعني كل واحد مسؤول عن ايه وفي انهي شركه، والايميل بتاعه والتليفون عشان اقدر اتواصل معاه لما تحصل مصيبه ابقى عارف اتصل بمين. البروجكت جولز اند اوبجكت، الاهداف بتاعتنا من عمل البيم. الكولابريشن بروسيس، مين المفروض هيدي لمين وهيروح فين وهكذا، فدي بتبقى موجوده. البروجكت فيس، كل فيس فيهم هيبقى التاريخ بتاعتها بدأ امتى ومتوقعين ننتهي منها امتى. الخطه بتاعت الموديل بلان، الديزاين تيم سوفت وير، ايه البرامج اللي احنا هنشتغل بيها. تمام، يعني مثلا انا شغال مثلا برنامج زي بيلدر، برنامج كويس بيشتغل اونلاين وبيتبادل معلومات بين اطراف المشروع. اكسيستنج كوردينيشن، البلاند موديل اللي هنبدا بقى نشوف الموديل المعماري هيبقى اسمه ايه، اللي هيبقى العناصر اللي هتبقى موجوده فيه، اللي هيبقى موجود في انهي فيسز، مين اللي هيعمل الموديل دوت، ايه البرامج اللي هنشتغل بيها. لان اقدر انت مثلا عايز تشتغل بالاركيكات والفريق بتاعك مش هيأكد كويس، هما قالوا لك لا هنشتغل ببرنامج تاني، والشركة قالت لك ببرنامج آخر. وده حصل في مشروع حقيقي فعلا احتكيت بيه، إن أغلب الناس كانت شغالة بسوفت وير وفي ناس كانت شغالة بسوفت وير تاني خالص، ولما جم يعملوا ملفات الكوبي حصلت مشكلة كده، لأن البرنامج فيهم ما كانش بيصدر كوبي فعيد الشغل تاني. تمام، البروجكت بيس بوينت 0.00 بتاعتنا. الفايل نيمنج ستراكشر، نبدأ نشوف طريقة التسمية بتاعة الملفات على أساس ميبقاش في واحد بيسمي اسمه والتاني بيسمي اسم آخر. الأتريبيوت داتا، العناصر المعلومات البيانات. الموديلنج ليفل أوف ديتيل، فبنقول مثلا في أول مرحلة هديك ال او دي 100 200 300 وهكذا. ده تعريف بقى ال او دي 50 ال 100 ال 150 ال 200. الفيسز اللي موجودة، الجيت، الكولوم، ده هيبقى موجود فين وده هيبقى موجود فين، كل عنصر هيبقى موجود فين. الديتيل موديلنج بلاننج، طبعا ممكن في حاجات تحطها اكتر من كده، في حاجات تلغيها وهكذا. الفاسيلتي مانجمنت تبقى عامل ازاي، الاناليسيس بلان نبدا نحط العناصر المهمه فيه، طريقه الازبلت هتبقى عامله ازاي. ممكن البنكشن بلان يكون مش مكمل لحد الاخر، فانت بتبدا تحط كل المعلومات اللي انت حاسس انها هتفيد وما تحاولش تكتر. يعني لو في معلومه ممكن موجودة في كتاب معين تقول خلاص روح خد المعلومة دي من الكتاب الفلاني. مثلا الـ LOD بدل ما تقعد تعمل 100 سطر ممكن تقول احنا هنعتمد على الـ LOD 4 مثلا.